البرميل الرابع هحط فيه شكارتين سولو بوتاس اللي هو البوتاسيوم سريع الذوبان. طبعا البرميل مش هستوعبهم فممكن اقسمه على برميلين او ممكن احط منهم شكارة على زبل الحمام بس بعد ما يتصفى علشان ما يبقاش فيه رواسب نتيجة ان حجم المية قليل. فحضرتك تيجي تصفي علشان ترمي القش والكلام دوت فتبقى انت واخد نسبة من البوتاسيوم اللي انت حطيته. لا صفي الاول وبعدين وبقى اعمل الموضوع دوت. هنضيف عليه اللي هي شكرتين السولو بوتاس وهنقلب طبعا لحد تمام الذوبان. ونيجي بقى للعناصر الصغرى والكميات دي محسوبة وياريت محدش يزود عنها. هاخد العناصر الصغرى في صورة مخلابية مفردة يعني كل عنصر لوحده. هاخد حديد مخلابي هاخد من كل عنصر 700 جرام حديد مخلابي، منجنيز مخلابي، زنك مخلابي، المغنيسيوم هحطه في صورة سلفات مغنيسيوم، البورون هحطه في صورة بوراكس. المولبدم لو انا هستخدم المحلول اللي انا هعمله دوت في الرش فيفضل ان حضرتك تحط 10 جرام مولبدات امونيوم على التركيبة. ودي لما بستخدمها في الرش بستخدمها ان شاء الله انا هقول المعدلات كلها بعد ما اخلص باذن الله. لو انت هتستخدمها ارضي فما فيش مشكله ان انت ما تحطهوش لان هو العنصر الوحيد اللي بيبقى افيلابل او متاح في الاراضي القلويه بتاعتنا اللي هي تحت الظروف المصريه بتاعتنا. احنا اغلب الاراضي عندنا او كل الاراضي اللي عندنا اراضي قاعديه فهو العناصر كلها بتحتاج الى وسط حامضي علشان تكون ميسره فيه ما عدا عنصر الملبدم فهنلاقيه متوفر عندنا بزياده. يعني بعد كده بضيف عليه حاجه اسمها موركروب. ده مركب يعني انا كنت عامله ودرسناه او ما يعادله من اي حاجه يكون فيها اوكسينات عاليه لان انا الخميره والعسل هتديني سيتوكاينين يبقى انا النقص اللي عندي فاضل لي جزء علشان استخدمها كدافع تزهير ان انا ابقى اعلي نسبه الاوكسين الموجود فيها. نيجي بقى المعدلات الاستخدام بتاعتها. انا دلوقتي بستخدمها في المانجا وفي الموالح علشان اعمل عمليه دفع زهري بمعدل 5 لتر ل 600 لتر رش ورقي و 10 لتر ارضي للفدان في الاسبوع لمده اسبوعين اتنين. ده الكلام دوت في الري الايه؟ التنقيط. في الري الغمر برفع النسبه ديت بخليها 20 لتر بس. لو احنا هنستخدمها من الخبره بقى بتاعتنا في الاربع سنين اللي فاتوا لو انت هتستخدمها في الري الغمر ما تمشيهاش في الميه بتاعه الانايه اللي داخله علشان دي لو مشيت في الارض ان شاء الله الحشائش هتبقى عندك اعلى من الشجر. فيفضل ان انت ال 10 لتر دولت ال 20 لتر دولت اللي انت هتديهم للفدان ممكن تحطهم على مطور 1000 او مطور 600 تقسمهم على مرتين يعني تحط 10 لتر على المطور 600 والبشبوري تيجي في المحيط الخارجي متر بره ومتر جوه من ظل الشجره اللي هو المحيط اللي بتنتشر فيه الجذور الشعريه الماصه اللي هي بتقوم بعمليه الحاجات الضعيفه اللي لونها ابيض هي دي اللي بتقوم بعمليه الامتصاص. وبالبشبوري اخمر الداير بتاع الشجره وبعد كده افتح الميه وراه. طيب ايه المردود بتاعها في الدفع الزهري؟ ان شاء الله 10 ايام من المعامله ديت هتلاقي في الموالح الضربيات بتاعتك كلها طلعت والضربيات ان شاء الله هتبقى 90% ضربيات ورقيه واحنا عارفين ان دوت بيكون نسبه العقد فيه اعلى. بالنسبه للمانجا هتلاقي البراعم بعد 10 ايام بالظبط ودي احنا بنستخدمها بعد التقصيف على طول. هتلاقي البراعم الجانبية ابتدت يحصل لها عملية تحبيل بتنشط وده بيأثر معاه كمان على الخصوبة بتاعة البراعم بيزود الخصوبة بتاعة الأزهار اللي طالعة. ده بالنسبة للمانجا والموالح. أنا كنت كاتب إن معدلات الاستخدام بتختلف حسب المحصول النباتي والمرحلة الفسيولوجية والكلام ده. يعني أنا هقف لحد كده وهسيب حضراتكم اللي عنده سؤال عاوز يسألني أنا أجاوبه يعني. شكرا لكم.
اتفضل. لو ما لقيتش الفيناس بلاش منه، بس دوت طبعا هيقلل في الكفاءه. احنا اول ما نزلنا التركيبه ديت ما كانش فيها فيناس، وكانت جايبه برده نتائج فوق الممتاز. معلش انا بس انا هطلب طلب بس واحد بس، مين من الزملاء اللي قاعدين يستخدم التركيبه والمردود بتاعها كان معاك عامل ازاي؟ اتفضل. في هات ال هات المايك دوت عماد. كان في مايك هنا، المايك التاني يا حاج النبي نزله الاستاذ احمد بعد اذنك. احنا بننشر علم مش اكتر من كده. مش شغال هو افتح بس. مش مفتوح من عندك من. طيب هستأذن، معلش هستأذن حضرتك هنا بعد اذنك. الجزء اللي جاي ده هيبقى يعني هيبقى فيه مناقشات كويسه، علشان اللي عنده حاجه عاوز يستخدمها عليها حتى لو كانت حديقه منزليه. انتجه يا دكتور انتجه عالي جدا ان شاء الله. عاليه جدا يا فندم عرابي. الحمد لله جامعه عرابي. في جامعة عرابي استخدمتها على اي حضرتك؟ على المانجا. تمام، تسلم يا رب. اتفضل يا حاج اتفضل. اقرب المايك بس. احجام كويسه ممتازه يعني. بس انا برضه انا دي الحاجه اللي انا عايز اقولها بالظبط كده. انت بتقول اتفضل. بالنسبه لو في بقى انا بستعمل تيجر الاول قبل اي حاجه، عشان اقدر في 5 دقائق ان شاء الله بعد كده ممكن بستعمل بالنسبه لرش كوره. هل دلوقتي لو توفر اي اصلا من شرط تنسى او حاجه ولا بشوف التركيبه دي، هل التركيبه دي تساعد على الروح؟ لا، التركيبه البي اتش بتاعها منخفض، مش هتخلي معاك حاجه تنمو لا فطريات ولا كلام من ده بعد ما ترشها. يعني لو في اي اصلا ملهاش دعوه بالكلام ده. موته ولا تساعد على النمو؟ ملهاش دعوه بالكلام ده حضرتك. لا، هي تركيبه التحجيم ده مغذي. ده مغذي. الشغل بالتركيبه يا جماعه احنا بنوقفه قبل الجمع ب3 اسابيع. وبالنسبه للبرتقان بنوقف الشغل بالتركيبه لما توصل ل 75% من الحجم اللي انت طالبه للتصدير. تمام؟ علشان ما يبقاش معاك احجام كبيره. ولما بستخدم التركيبه، معلش اصل النقط دي مهمه جدا، والنقط دي انا نزلتها في بوستات كتير، بس احنا بنجمع كل حاجه دلوقتي. لما بتستخدم التركيبه، التركيبه دي ما فيهاش غير عنصر واحد هو اللي ناقص، اللي هو عنصر ايه؟ عنصر الكالسيوم. لان هو مشكله الكالسيوم دوت ان هو عامل زي الفريك كده، ما بيحبش فريك. فلازم كل 3 تسميدات من التركيبه، يعني كل 3 اسابيع بتسمي التسميده من نترات الكالسيوم بمعدل من 5 ل 10 كيلو للفدان. ممكن تدي رشة كل 4 أسابيع كالسيوم بورون فوق. اتفضل. يا مرحبا. تمام، حاضر حاضر. الحاجه الاخيره بالنسبه خلاص قلنا لو احنا مش خلاص المولبدات دي هتلاقيها في المكاتب بتاعه مستلزمات المعامل، الكيماويات بتاعه المعامل هتلاقيها حواليد الجامعات، يعني بمعنى صح اللي هي بتودي الكيماويات للمعامل يعني. ودي ما بتستخدمش منها كتير، ده انت ال 1000 لتر بتحط 10 جرام منها بس. حاضر. بالنسبه بقى لاستخدام التركيبه كدافع زهري في الوقت اللي احنا فيه دوت، انا قلت ان حضرتك
بتدي 10 لتر لمدة أسبوعين أرضي للفدان، وبترش التركيبة 5 لتر للستمية، تمام؟ وممكن تستمر في رش التركيبة مرة واثنين وثلاثة لحد ما طول البراعم اللي عندك الشماريخ الزراعية اللي طالعة ديت يبقى طولها زي عقلة الصابع، بتوقف الرش بالتركيبة خالص. وأنا كعلاء يعني المنهج بتاعي في التعامل مع الأشجار في التزهير إن أنا بديها، ده بالنسبة للمستديمة، بديها احتياجاتها قبل ما أخش، والمانجا بالذات أديها احتياجاتها من الأسمدة الورقية اللي هي العناصر الصغرى بديها لها قبل عملية التزهير، وهقول السبب. وأسيبها طول فترة التزهير ما برشش عناصر خالص خالص أي مغذيات، هقول السبب برضو. وابتدي استأنف الموضوع دوت بعد عملية العقد. طب ايه السبب؟ السبب برضو ديت من الخبرة العملية في المزارع، ان كتير جدا كنت انزل المزارع فابص الاقي الناس بترش لفحة، يبقى الشمراخ الزهري بتاعه تبص تلاقي ابتدى ينشف او يبقى عليه حروق لونها اسود، وابتدى ينحني نفس العرض بتاع اللفحة، فيبتدي هو يرش ايه؟ يرش فطر جهازي علشان اللفحة. لكن هو الأساس لما ابتدينا بقى نعرف الشمراخ الزهري بتاع المانجا دوت شمراخ زهري ضعيف والأزهار ضعيفة جدا، فممكن العناصر اللي حضرتك بترشها ديت هي اللي بتؤدي إلى حرق شمراخ الزهري. فيفضل إن أنت تجهز الشجرة قبل التزهير وتسيبها فترة التزهير دي هي بتاخد من اللي أنت اديته لها، لأن حضرتك بترش الحاجات دي ما بتطرش، ده هي الشجرة بتكون المركبات اللي هي محتاجاها، وبتفضل المركبات ديت تديها للأزهار بتاعتها والشمراخ الزهري، تستأنفها فترة تزهير، تيجي انت في نهاية فترة تزهير بعد ما يبقى عندك عقد تديها نفس الاحتياجات بتاعتها مرة أخرى، وبنستثني الموضوع دوت طول فترة التزهير. حاجة تانية اللي هي رش الأحماض الأمينية أثناء فترة التزهير أنا بحبذهاش، لأن دي بتزود معايا نسبة الإصابة بالبياض. أنا بتاع فاكهة، فممكن حضرتك تبقى تكلمني كده وتتكلم فيه، بس هي كمعدلات عندك من 5 لتر للفدان لحد 15 لتر في الأسبوع حسب المرحلة العمرية. فأنت في البداية من بعد بس أنا حتة إن أنا يعني إن أنا أتكلم، أنا بحب تخصص يعني، أنا راجل بتاع فاكهة لكن هي دي تركيبة مغذية، فيعني لو النبات بتاعك لسه صغير فبتدي له كمية صغيرة عشان يبتدي يكون مجموع جذري يستوعب الكمية الزيادة اللي انت هتديها له في الأسبوع اللي بعد، لحد ما توصل معاه لعشرة لخمستاشر لتر في الأسبوع. الرش برضو الورقي هيبقى من 4 لـ5 لتر للستمية. تمام، حاضر. هو حتة الحالات اللي احنا حاضر، لا تحت أمرك، حاضر حاضر. الحالات اللي انا بعمل فيها عملية تعليم تزهير دي عايزة محاضرة لوحدها. علشان الموضوع ده، حاضر. طيب ده بالنسبة لأصناف ايه عند حضرتك؟ الأصناف في الأجنبية حضرتك لو ابتديت فيها بدري، لو ابتديت تعمل عملية تعليم تزهير ده بدري ان شاء الله هتطلع البراعم وهتتحرق برضه. علشان كده دايما تحدد ان انت تعمل عملية التعليم التزهير دوت في الاصناف الاجنبي، خلاص، في فترة تسبق التفتح بتاع البراعم الطبيعي بشهر. تمام كده؟ ما انا هقول لك اهو حل مشكلة النعوم، ان انت تبدأ فيه هو والزبدة بدري، ولو عدى عليك نص واحد ما بتعملش عملية تعليم تزهير في النعومة. حضرتك لازم تبقى مهتم بدورات التعليم في الكيد. تمام، دورات التعليم دي معناها ايه؟ معناها ان انت تعمل توازن بين النمو الخضري والنمو الثمري اللي شايلاه الشجرة. بمعنى ايه برضو؟ بمعنى ان حضرتك لما تسيب الشجرة شايلة كمية من الثمار، واحنا عارفين الثمرة بتاعت الكيد بتوصل وزنها قد ايه،
هتيجي حضرتك هتروح كمان مؤخر الجامع علشان نستنى لما التصدير يفتح، تمام؟ عشان خراب بيوت. تبص تلاقي نفسك داخل على الفترة اللي المفروض ان انت هتدخل الشجرة فيها نمو خضري كويس جدا علشان تعرف تعمل له عملية تقليم، لا ده الشجرة داخلة مجهدة ويدوب طالع معاك دورة نمو واحدة بس. ده بقى غلطك انت. بمعنى ايه؟ احنا عندنا في الكيت او في الاصناف الاجنبي ليها دورات تقليم مختلفة عن الاحلي، ليها من 2 لـ3 دورات تقليم. اول دورة تقليم فيهم بتبقى بعد ثبات العقد، بعد ما ايه التساقط يخلص والعقد يثبت عندي. وخد بقى الحتة الصغيرة اللي هقولك عليها دي مهمة جدا. بيبقى عندك فيه شماريخ زهرية صفت، صح؟ تمام؟ هي دي اللي انا هعمل فيها عملية الايه؟ الرد. يعني شمراخ الزهري ده صفة، تمام؟ وكان طالع وراه برج واتنين، عايزك ترده لأقرب برج يكون الخشب بتاعه ايه؟ جامد وما تخافش. طب اشيل نسبة قد ايه؟ تشيل نسبة التلت للنص بس، وتأجل الباقي. وحقول السبب دلوقتي للدورة اللي بعدها اللي هتبقى امتى؟ هتبقى معايا في شهر 7 وفي 8. ما انا هقول لك اهو. حاضر. ليه بقى بشيل التلت بس؟ نعم. لا لا انا بتكلم مش تلت شمرخ، مش بشيل تلته. ما انا هيبقى مثلا عندي 50% من الشماريخ الزهرية بقى عليها سمار، وال50% صفت ما عليهاش حاجة، تمام كده؟ اللي هشتغل عليها اللي ما عليهاش. بس لما اجي اشيلها ما اشيلهاش كلها مرة واحدة. ليه؟ لانها هتضرب نموات جديدة. النموات الجديدة دي في الشجرة بتنتج كمية كبيرة من الاسيلين. طب الاسيلين دوت وظيفته ايه في الشجرة؟ هو ليه وظيفتين: هرمون تساقط وشيخوخة وانضاج. حاضر حاضر حاضر. انا هقول الكلمتين دولت وهستاذنكم ان انا عشان اتيح الفرصة للدكتور اسلام. فحضرتك بتروح شايل التلت بس علشان ما تبقاش كمية الاسيلين زيادة، فتروح عاملة لك ايه؟ مسقطة لك الثمار. ودي بتحصل مع ناس كتير، خلوا بالكم. يجي هو يروح داخل على الشجرة كل اللي صفى معاه، يروح رده برج واتنين، وايه يحصل معاه؟ ها؟ يبص يلاقي نسبة التساقط في الثمار عالية جدا. ليه؟ نتيجة ان البراعم اللي ابتدت تحضر براعم خضرية دي ابتدت تنتج كمية كبيرة من الاسيلين، بتؤدي الى تكوين طبقة انفصال بين الثمرة والعنق بتاعها. وانا هستأذنكم بس عشان الوقت، ودكتور اسلام ان شاء الله يتفضل.